قول لي يا احمد، دلوقتي انت مشوارك عشان تبقى حارس مرمى، تبدأ اليوم الصبح تيجي مثلا نادي تمرن. انت في كلية ايه؟ كلية التجارة قسم انجليزي ولا ايه؟ إنجليزية. انجليزي. يعني بتبدأ يومك الصبح ازاي؟ عرفني يومك الصبح عشان اقول مثلا ايه لما يجيبني يقول انا عايز ابقى حارس مرمى، اقول له شوف احمد اكرامي بيعمل ايه، اعمل زيه. عرفني كده وعرف الناس ازاي ابدأ مشوار النجومية عشان ابقى حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر. هو طبعا المشوار ده كبير، يعني مش سهل. هو لازم طبعا بتحرم نفسك من حاجات كتير، من الخروج ومن السهر ومن الاصحاب بتوعك، يعني عشان هم اكيد مش ملتزمين زيك. فانت لازم مفيش سهر، مفيش سنك كام سنة؟ 18. ولحقت تحرم نفسك وتعرف كده؟ ما انا بحرم، انا لسه يعني ما مش ما حرم، انا لسه هو شغال بحرم نفسي. مفيش سهر، مفيش خروج كتير. اي نعم برضه انا بخرج، بس مش اللي هو الخروج الكتير يعني. فبس هو ده، وينام بدري ويصلي ويبقى قريب من ربنا عشان ربنا يوفقه كده، مهمة. مهمة جدا. لكن عشان لو مفيش توفيق من ربنا مفيش، خلاص الكورة مش هتدي الواحد يعني، عشان هو أساس الكورة توفيق من ربنا. طب تمرينك بقى، في مدربين حراس مرمى ضربوك كتير، اتمرنت مع اكرامي؟ اتمرنت مع اكرم اتمرنت مع مين تاني؟ ومع كابتن عصام حافظ اللي هو ماسكني دلوقتي، وهو بصراحة ليه فضل كبير قوي عليا، يعني هو اللي علمني أساسيات الكورة من صغري وكده. وكان كابتن احمد ناجي برضو كان ليه فضل كويس برضو عليا، ان هو برضو شد حلو واداني المنتخب وكده. وكابتن في المنتخب بقى كابتن فكري صالح وكابتن حسن مختار. بس كل دول مرنوك، استفدت منهم كلهم؟ بصراحة كل مدرب مراني استفدت منه حاجة يعني. كابتن عصام هو اللي علمني اساسيات الكوره، كابتن احمد ناجي رفع لي لياقتي، كابتن فكري برضو كان بيرفع لي اللياقه جامد برضو، كابتن حسن مختار الخبره بقى في وقوف الجون وكده. طب انت قلت لي انت جيت النادي عشان تلعب مهاجم، ما كنتش حارس مرمى، يعني هل مش حاسس جواك ان عندك موهبة حارس المرمى؟ لا ده وانا صغير كان عندي 9 سنين ساعتها، فكنت معلش. عادي جاي، مش جاي يعني مش جاي العب كوره، انا كنت جاي مثلا اضيع وقت في بس النادي كده. بس. فكنت جاي بقى اجي اضيع وقت في التمرين مثلا ساعتين وكده، بدل ما اقعد قاعدهم في البيت اجي اضيعهم في النادي هنا فتره الصبح بس. انما من جواك كنت حاسس ان انت ممكن تبقى حارس مرمى، وانا موهبة صغير من جواك من الصغر. من صغري يعني. انا كنت حتى بقعد العب كوره في البيت، كان بنجيب كور البلاستيك الصغيره ونقعد نلعب انا واخويا. كسرت بقى المرايات لا والبتاع كسرت كده. حاجات كتير، التلفزيونات وسراير تتمرن كام ساعة في اليوم؟ يعني. هو تقريبا من 2:30 الى 3 ساعات في اليوم لما يبقى عندنا تمرين واحد، لكن لو تمرينتين مثلا بيبقى 4 ساعات ونص كده يعني. التمرين قوي وعنيف؟ هو التمرين قوي، هو كله لينا بصراحه. هو التمرين بيبقى قوي يعني، وفي تحملات جامده وكده، بس هو كله فايده لينا احنا يعني. طب انت دلوقتي في النادي الاهلي في 2 حراس مرمى اساسيين، عصام الحضري ومصطفى كمال، وفي احمد فوزي كمان طالع. امتى ممكن، انت سنك 18 سنه، امتى ممكن اقدر اقول للناس ان احمد اكرامي ده هيبقى حارس مرمى النادي الاهلي؟ والله انا عايز اقول لحضرتك حاجه. دلوقتي في الفريق الكبير في عصام الحضري، في مصطفى كمال، وفي التالت بتاعهم احمد فوزي. تمام. دلوقتي انا مش هقدر مثلا، انا عندي سني 18 سنه وهو كل واحد يعني في 23 و24 سنه، فمش معقول مثلا كابتن تشوبل مثلا هيجيبني انا مثلا من الناشئين وانا مستواي كويس وكل حاجه، وهيلعبني على الناس اللي هي الكبيره المعروف يعني. مثلا لا قدر الله لو حصل حاجه هيقولوا له مثلا انت عندك الناس الكبيره ده لسه سنه صغير ما خدش خبره وكده. فانا مش مستعجل، انا لسه سني 18 سنه. الفتره الاخيره دي